أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد
وهو العزيز الحكيم. يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير السماء والأرض؟ هل من خالق غير لا إله إلا
لا لا إله إلا هو لا قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. أيها السادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد شعبان يوسف القارئ والمقيم بقرية السكرية مركز شبيشكوم بمحافظة المنوفية. القراءة القادمة
يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد ضيف القارئ والمقيم بكفر البتانون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.